أنا اسمي زياد عبد الله سيف الزريقي، عمري 23 سنة. قام بزيارتنا إلى المركز الإعلامي لساحة التغيير لشباب الثورة ليخبرنا بما حصل معه خلال الفترة الماضية. وكنت مروح من الجامعة هنا. في تاريخ يوم تذكر؟ أعتقد يوم الاثنين. يعني قبل كم بالضبط؟ قبل 20 ونص شهر، 19 لحد اليوم هي 24 يوم. ايش اللي حصل معك؟ طلعت ثاني يوم الخميس. تعرف في ناس هناك في قسم الشرطه من زمان، في طبعا شخص معروف من اصحابي هنا سنين في عنده. ايش اللي حصل معك بدايه؟ مش كيف لما تم القلب يضعك او تم احتياجك او تم تطبيقك؟ انا عندي معي ثنتين صحايا. الساعه كم كنت تروح؟ الساعه 11 ونص وصلت هناك الليل. ايوه وصلت هناك يمكن. لين وصلت؟ الشارع 60 امام فج عطال. روح من هنا معي ثنتين قلايه، يمكن 8 قلايه تمام، من الصحف منهم الثوري، منهم الأخبار اليوم، منهم الشارع، منهم المستقلة، وحب الأوسط، الوسط، ومعي اثنين كتب، واحد النظام الداخلي، واحد منهم القضية الجنوبية الحركة السياسية، أخذتهم من زملائي هنا، وأنا مروح صلاة البيت حتى، فصيح لي واحد منهم الأمن المركزي، واحد كان لابس كوت حق النقدة. مروح لما هناك قال لي ايش معك؟ قلت له ولا معي شيء. قال لي ايش الكيس هذا اللي بيتك؟ قلت له اوراق. قال لي تعال هنا. فتشنا حصل الكتب هذه وحصل المجلات. قال لي يعني انت من المعارضة، انتم اللي تقطعوا الديزل، انتم اللي تقطعوا البترول، انتم اللي ايش تقطعوا، انتم اللي ايش تسووا. ما قال بيسووا؟ ما قال لك؟ ما قال لك؟ قال لي ايش بتسوي بهم هذا؟ قلت له اقراهم، تقفهم مع الناس. قال لي انا داري انك كنت في الجامعه. قلت له ايوه كنت في الجامعه. واحد مسكني وكنت في الداتي هكذا، والثاني كان يمكن الى هنا في ظهري في بطني. قال لي شوي ارجع وطني في صورتي. قلت لهم عادي، هم خمسه وانا لحالي. فاتصلوا بلغوا يمكن الامن السياسي او القومي، ما اعرف شنو اللي قال لي. قال لي سياره كامري مظلله واخذوني لا مكان ما تعرف فيه لا شمس لا ظهر لا اي وقت، ما انت عارف فيها اي وقت. وكان يتعاملوا معي بالضرب والمهزله والهيانات ولا كل يوم. هذه واحده من رجلي شفها. هذا من اثار هذا من اثار الضرب حقهم. ايش كان يضربوك؟ كان يضربني بعصا ولا بسلك. وهذا برضه اثر الضرب حقه. يضربوا ما يقولوا لك؟ ما كانوا يقولوا لك؟ يقولوا لي طلع الدولارات اللي تستلمها من الحزب وتستلمها من الثوره وتستلمها. انت مش معقول تقرا الكتب هذه، مش معقول تمشي كذا، انت لو انت معك دعم وانت مدري ما ايش معك. قلت لهم ما شيء معي دعم. واخذوا علي 200 دولار و500 ريال سعودي. هذه فعلا حقي، انا استلمتها من مركز، كنت اشتغل بمركز سيتي ماكس. وهذه بطاقتي، حتى البطاقه حقي امس خرجها هذا اليوم الصبحي. ايوه كنت موقف لوحدك، محبوس لوحدك؟ فعلا انا كنت لحالي في غرفه ممكن مترين في متر او مترين في مترين صغيره، وفي عده شباب جنبي لكن ما اعرفهم ولا يخلون اقطقط ولا يخلوا احد يقرب من الثاني، كل واحد في غرفه وما اسمع الا التعذيب من عندهم او اسمع يسمعون من عندهم. فهذه الحال، او كان بيني وبينهم انهم يدقوا حين الجدار، يدق هكذا يسوي لي زميلي اللي جنبي، بس ما اعرفه من هو او يعرفني من انا. هل تقصد انهم، هل تقصد ان الشباب هذول هم مساحه التغيير او في قضايا ثانيه او؟ اكيد ما طالما هم مختطفين لا احد يعرف فين هم ولا يعرفوا ولا واحد يلتقي باحد، ما يكونون من ساحه التغيير. وكم جلست معتقل؟ جلست 17 يوم. ما قدرتش حتى تواصل مع احد ولا احد زارك ولا تبلغ احد؟ اخذوا على الجوال واخذوا على الشرايح واخذوا على كل الاوراق، حتى الحزام حقي اخذوا. خلانا بالمعوز فقط لا غير، والثنيات الداخليه الشميز اخذ. ما كان يستعمل معك الضرب بلاش؟ بالعصية ولا يجيب السلك من هذا حق الكهرباء وضرب ولا دكم ولا يجي يلطمنا هكذا، واحد يمسك واحد يلطمك. ما كانت التهمه موجهه اليك؟ التهمه يقول لك ان انا اقود حزب مدري ايش ضد الدوله ومدري ايش. انا ما افتهم ايش اللي مقصود مني. الحين كان يجيب الكتب حقه ويرقمها في صورتي، او ياخذ صوره الرئيس ويسوي بها هكذا ويقول لي بوسها والمسدس على راسي. كيف يا اخي؟ يمسك صوره الرئيس
يقول لي نحن عزيناكم 33 سنة والحين ما عاد تشتوا. يمسك الصورة ويقول بها هكذا، يقول لي بوسها ولا متدس على راسك. فعلا لما بستاش كنا يضربنا. كم حصل معك مرة على موقف؟ ما فيش يوم إلا هو ما يجيش يحكك معي. فبالنسبة للوجبات الطعام الصبح حدا ما يجيبه لك، يجيبوا لك الساعة 2 بعد ما يتغدوهم، يجيبوا لك كدهم شوية رز، العشاء ما يجيبوا لك. هذا اللي يحصل. والصراحة خلاصهم تصلوا ماشي حتى الموية هناك. كان لما تشتي تدخل الحمام يجيب لك في صحة وهو جالس في باب الحمام عليك. احنا نقول لك الحمد لله على السلامة، قدرنا ما يتكسير من قبل شباب الثورة، وإن شاء الله إن شاء الله تكون موجود. إن شاء الله نرجو. هل تريد أن تقدم كلمة لشباب الثورة؟ أكيد. تفضل. شو تقدم كلمة لشباب الثورة؟ تفضل. أشياء كأقدم كلمة يطالبوا بزملائنا المختطفين الباقيين، باقي أكثر من 50 نفر أو 30 نفر، عدة غرف صغيرة لقد شفتها، والغرف هذه الصغيرة لسه فاضية مليانة. وارجو من شباب الثورة أو من كان هنا له كلمة أو سلطة فليطالب بزملائنا. مشكلة.